بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، نقدم لكم استراتيجية الكرسي الساخن ودرس علم بلادي والطالب عمر زياد. مستعد؟ نبدأ مع السؤال الأول. تفضل يا ماجد. بما سيشارك عمر في معرض اليوم الوطني بلوحة عن علم المرأة؟ أحسنت. من يقرأ السؤال الثاني؟ تفضل يا خالد. أين سيقام معرض اليوم الوطني؟ أين سيقام معرض اليوم الوطني؟ سيقام المعرض في مدرسته. أحسنت. تفضل يا عبد الله. ماذا قال مهند لعمر عندما رآه يلون باللون الأخضر؟ يلون ايه؟ باللون الأخضر. يلون ماذا؟ العلم باللون الأخضر. ماذا قال مهند لعمر عندما رآه يلون العلم باللون الأخضر؟ لماذا لا تلون العلم باللون الأصفر؟ أحسنت. تفضل. من نريد مشاركات جديدة غير فصل. من سيسأل؟ تفضل يا محمد. السؤال الرابع. بما رد عمر على مهند؟ عمر على مهند: لا يمكنني أن ألون العلم باللون الأصفر. أحسنت. من؟ تفضل. تفضل يا معاذ. كيف ميز مهند علم المملكة من بين الأعلام الأخرى؟ كيف ميز مهند العلم من بين الأعلام الأخرى؟ من لونه الأخضر. تفضل يا عمر. ماذا كتب في علم المملكة؟ لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل يا مسفر. لماذا رسم السيف على علم المملكة؟ ليبين القوة والعدل، ليدل على القوة والعدل. أحسنت يا عمر، بارك الله فيك. ومع استراتيجية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.